يعني خليني أبدأ معاك يا شاكر، برضو كلام مهم جدا فيما يخص هذه المباراة، وتحديدا لما تيجي تتكلم دايما عن ريال مدريد بتتكلم عن واحد من أهم أو أهم فريق في العالم الحقيقة، على مستوى البطولات وعلى مستوى الإنجازات. في آخر بطولة دوري أبطال أوروبا لما ريال مدريد فاز، الناس كلها قالت لك إيه هو في وسط البطولة كده، قال لك ما فيش حد هيكسب، ريال مدريد استحالة يكسب هذه البطولة، لكن في نهاية البطولة ريال مدريد استطاع أن يفوز. أكيد يا كابتن إسلام، يعني هقول لحضرتك على حاجة، هي بطولة من أهم البطولات اللي في تاريخ النادي الأهلي، واحدة من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي. أنا هكلم حضرتك على الجانب المعنوي الأول، مش بس للنادي الأهلي ولكن للعيبة النادي الأهلي اللي هتكون مشاركة، مش عشان خاطر أنت هتلعب قدام بطل أوروبا، أنت لعبت قدام بطل أوروبا قدام بايرن ميونخ من سنتين، ولكن أنت بتلاعب النهارده ريال مدريد البطل الأعظم والأكبر والأقوى في تاريخ كرة القدم اللي هو ريال مدريد، هو أكتر فريق محقق ألقاب قارية في العالم كله. ودي اول مباراه رسميه للنادي الاهلي معاه، شفنا طبعا مباراه وديه، فدي اول مباراه رسميه للنادي الاهلي معاه. المباراه ليها ابعاد كتيره جدا جدا، لو هنتكلم على الابعاد المعنويه لازم اللعيبه تبقى عارفه كويس جدا ان انت النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب اي مباراه حتى لو هتلعب ريال مدريد، ولكن خلينا نكون واقعيين عشان في نغمه جامده شويه كده يا كابتن اسلام، من ساعه الاصابات بدات تطلع ان الماتش ممكن يكون في المتناول او 50-50. يبقى ريال مدريد هو ريال مدريد، واخد من كلام الكابتن اسلام وهو بيتكلم، انا مش مع هذا الموضوع تماما، انا النادي الاهلي سيظل اسم النادي الاهلي طبعا حاجه، ولكن في النهايه ولكن يا كابتن اسلام مش عاوز ضغوطات لما تزيد قوي قوي على لعيبه. يعني يا كابتن اسلام احنا لحد دلوقتي بنتغنى بمباراه مثلا النادي الاهلي وانترناسيونال اللي كانت موجوده في كاس عالم الانديه 2006، خسرنا 2-1 مباراه كانت رائعه، بنتغنى مباراه الاهلي وبايرن ميونخ اللي كانت مقامه في قطر اللي خسرنا في اخر دقيقه، شريف اكرامي غلط في الجون اللي جه في الاخر. فاهم حاجه لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى عارفه ان احنا كلنا في ظهرهم ايا كان، انت هتنزل تلعب لعبك تلعب اسلوبك. ولكن على الجانب الفني مارسيل كولر قدام ازمه حقيقيه في طريقه اللعب اللي هيلعب بيها قدام ريال مدريد. كلنا عارفين النادي الاهلي بيلعب طريقه 4-3-3 اللي مؤخرا بعد ما كان بيبتدي 4-2-3-1 ثبتها 4-3-3. النادي الاهلي بينزل يفرض اسلوبه، الزياده العدديه، زياده نص الملعب من حمدي فتحي ومن عمرو السوليه، وقال يدانجا هو اللي بينزل يعمل البيلد اب من تحت، وبتطير احد ظهيرين الجنب وواحد من نص الملعب بينزل يغطي مكانه، ولكن الريتم ده عالي جدا جدا وانت بتلعب بضغط عالي وكبير جدا. طبعا مع اختلاف المستويات ومع اختلاف الفرق، انت هتلاعب ريال مدريد هيبقى عندك ريسك كبير جدا لو انت هتلعب بنفس الطريقه. هل مارسيل كولر ممكن يلعب بالثلاثه ويغير طريقه اللعب ويبقى بخمسه ورا، ولا ممكن مارسيل كولر يحط الثلاثه في نص الملعب دفاعيين ومين الثالث؟ موضوع خمسه ورا يعني انا برضو أنا الحقيقه انا هاخد من كلام كابتن هاني في من يومين او يعني في بدايه هذا السبت تقريبا، لما اتكلمت عن الاستمتاع في المباراه، انا وجهه نظري ان اي حد هيلعب هذه المباراه يجب ان يستمتع. صحيح، الاول يستمتع مش يستهتر، في فرق كبير جدا جدا ما بين طبعا الاستمتاع والاستهتار. استمتع يعني ما يبقاش عليا ضغط كبير. صحيح، لكن ان انا بلاعب ريال مدريد، ريال مدريد الاقرب للفوز واقعيا ومنطقيا طبعا وكل شيء، ولكن انا النادي الاهلي، ولكن انا النادي الاهلي ويا كابتن النادي الاهلي طول ما جمهور النادي الاهلي عايش بيفضل طموحات احلامه بتتجدد. انا بعد ما كنت من حوالي 15-16 سنه اول ما روحنا كاس العالم الانديه كنا بنطمح نروح كاس العالم، دلوقتي الثالث سيمي فاينل على التوالي، طب انا ليه ما العبش على الذهبيه؟ الطموحات مشروعه والاحلام مشروعه، وقلنا الكلام ده، انت من حقك تحلم ومن حقك تقول ومحدش يحجر على حلمك طبعا. حلمنا ان احنا ناخد الذهبيه، ده حلم اكيد يا كابتن، ولكن بنتكلم على اللوجيك والطبيعي، الواقعيه مهمه جدا. الخوف من المنافس غير مطلوب، احترام المنافس مطلوب، وخلي بالك دايما تفصيل الديتيلز الصغيره بتسبب مشاكل. اكيد. وبص يا كابتن هرجع على مباراه الرجاء وريال مدريد في كاس العالم 99 3-2، والرجاء كان عامل مباراه، كان سجال كبير جدا بين ريال مدريد وبين الرجاء البيضاوي. النادي الاهلي ظروف المره دي مختلفه، انت ما لعبت بايرن ميونخ كان فول سكواد، انت النهارده هتلعب ريال مدريد وهو بينتقص منه اهم عناصر موجوده عنه، وفي نفس الكلام برضو مع تقدم السن بتاع مودريتش وكروس ونص الملعب، وكنت بكلم مع حضرتك كتير في المشاكل اللي كانت عند ريال مدريد بسبب نص الملعب، لدرجه ان مفيش باك ليفت، بتلاعب واحد زي كامافينجا واحد من افضل ديستروييرز موجودين في العالم بتلعبه باك ليفت عشان خاطر ما عندكش ولا باك ليفت. فدي مشاكل عند ريال مدريد مخليه طبعا احنا الموضوع يقرب شويه، الفوارق بدل ما كانت هتبقى كبيره لا الفوارق اكيد بتقل بنسبه كبيره جدا في غياب واحد زي بنزيما افضل لاعب في العالم وغياب
مفيش مندي باك ليفت وكورتوا، يعني كورتوا عقد ليفربول السنه اللي فاتت في الفاينل. وعاوز اتكلم على الكابتن اسلام بيتكلم على نقطه ريال مدريد، ما كانش حد متوقع له كده. ريال مدريد كل اللي كان بيقول مباراه مانشستر سيتي السنه اللي فاتت ريال مدريد بيرجع، باريس سان جيرمان اقوى سكواد في العالم ريال مدريد بيرجع، كل المباريات ريال مدريد بيرجع لا تامن له. جينات ريال مدريد شبيهه لجينات النادي الاهلي اللي هو فريق لا تامن له لحد 90 دقيقه. فمباراه اكيد مش هتكون سهله وهتكون صعبه جدا، وهو اختبار صعب اكيد لمارسيل كولر في طريقه اللعب. ولكن انا شايف يا كابتن الافضل ان اول شوط النادي الاهلي يحاول يطلع على قد ما يقدر كلين شيت، وبعد كده نشوف الكلام مختلف اكيد يعني.